صباح الخير مشاهدينا مرة أخرى، صباح الخير لكل متابعينا متابعين برنامج يوم جديد. احنا موجودين معكم وعلى الهواء مباشرة من سماء العاصمة عمان في بث حي ومباشر. اليوم راح نكون بجولة صباحية مع نشامة ونسور جناح الأمن العام الجوي لحتى نتعرف أكثر ومن الجو على أهم المهام والواجبات اللي بيقوموا فيها من خلال عملهم في أزمة كورونا. طبعاً لحتى نتعرف أكثر على أهم هذه المهام والواجبات راح يكون معنا الرائد جعفر الطلفيح، وهو قائد سرب الطيران في الجناح جناح الأمن العام الجوي. رائد جعفر بيك، بقول لك صباح الخير ويعطيك ألف عافية. صباح الورد يا سيدي، يا أهلا وسهلا فيك، وإحنا بنرحب فيكم بجناح الأمن العام ومن داخل طائرة الأمن العام وفوق سماء الأردن الحبيب، وبالأخص فوق العاصمة عمان الآن. تقوم جناح الأمن العام بجميع الواجبات الموكولة إليه الأمنية والمسح الأمني، وبالأخص في هذه الأزمة أزمة كورونا يوجد علينا لدينا أكثر من واجب بخصوص هذا الوباء أو جائحة كورونا. إن شاء الله نتعدي على الأزمة على خير إن شاء الله يا رب. وتقوم مسح أمني فوق المحافظات وبالأخص فوق المناطق الموبوءة. إحنا الآن فوق مدينة عمان بيتم مسح المناطق بشكل منظم وبشكل يومي، وبالأخص يعني لحفظ التطبيق قانون الدفاع رقم 2 بفرض حظر التجول بالأوقات من 10 إلى 6. وتكون وحسب رؤيتنا احنا من الجو، يعني كوننا احنا بنتعامل بالمهمات هاي، والله لاحظنا التزام كبير من المواطنين ورصد المخالفين والمخالفات. جعفر بيك، نحكي قديش جولة باليوم بتطلعوا من خلال الطيارات في العاصمة عمان؟ جناح الأمن العام بنطلع جولتين باليوم، احنا جولة صباحية وجولة مسائية. هي بتكون الجولة الصباحية بتكون من الساعة 10 من بدء حركة أو السمح لحركة المواطنين، والرحلة المسائية بتكون قبل الساعة 6. طيب سيدي، في حال رصد مخالفة لبعض المواطنين أو السيارات المخالفة، كيف تتعاملوا معها وكيف تصل الرسالة للإدارة أو القيادة في الأرض؟ أولا نقوم طبعا بكون معنا بالواجب دائما ضباط من الأمن العام والقيادة والسيطرة. نقوم بالإبلاغ عن طريق الأجهزة للوحدات الأرضية وإبلاغهم عن الموقع المخالفة. بعد ذلك يتم التعامل معها حسب المطلوب. سيدي تحكي لنا قديش عدد الطيارات اللي بتطلع خلال الجولات؟ الجولة الواحدة بتطلع طيارة واحدة فوق كل محافظة. طبعا الطيارة بإمكانها مسح المحافظة بوقت قصير، يعني لا تعرف في الطيران يعني بيكون تنقل أسرع، وكل محافظة لها برنامج وترتيب كامل. يعني أكيد سيدي تعاملتوا مع العديد من المهام الإنسانية والاجتماعية من خلال عملكم، تعرفنا على أبرز الأعمال الإنسانية اللي بتقوموا فيها. نعم صحيح سيدي، قام جناح الأمن العام من قبل يعني بأزمات زي أزمات الثلج أو كذا، بتوصيل الطرود للمناطق اللي ما تمكنت وصلها المواد الغذائية، وفي هذه وإنقاذ المواطنين وإنقاذ السياح والمسح الأمني للمناطق بعدين بالأزمة هاي تمكننا الحمد لله من توزيع المساعدات والطرود الخيرية للمحتاجين إن شاء الله، والناس اللي مضطرة
سيدي جعفر بيك، حابين تعطينا رسالة صباحية من خلالك لجميع المواطنين في البداية اللي ظلوا بيوتهم، وأيضا التزام بقرار حظر التجول، أي تقييد في جميع الإجراءات الوقائية الصحية؟ والله أنا يعني كمواطن أردني مش كضابط بالسلاح الجو بالأمن العام، أنا بتمنى من الجميع الالتزام ومن اتباع الأوامر، ولأنه كل هاي الأوامر هي تصب لمصلحتك الشخصية، والبقاء في المنزل والتزام الأوامر وعدم الاختلاط وذلك، يعني احنا بحاجة لهذا الحكي، لأنه احنا كلنا عندنا الناس بنخاف عليهم، ناس بنحبهم وبنحس بالمسؤولية اتجاههم. كل الشكر لك سيدي، الله يعطيك العافية، ويعني كانت جولة رائعة مميزة. طبعا مشاهدينا في نهاية حديثنا وجولتنا اليوم كنا معكم مع نشامة صغور ونسور الجناح، جناح الأمن العام الجوي في هذه الجولة الصباحية، حبينا نسلط الضوء عليهم أكثر، وهم جزء من الجهود الوطنية اللي بكون فيها مديرية الأمن العام، الأجهزة الأمنية، القوات المسلحة الأردنية والجيش العربي للتعامل مع هذه الأزمة وهذا الوباء. كنا جنود في هذا الوطن، كنا نعمل معا من أجل هذا الوطن، حبينا نكون معكم في إطلالة صباحية من محافظة العاصمة عمان، من بين الغيوم بهذه السماء الزرقاء، دائما إن شاء الله راح تكون زرقاء، راح تكون بخير وأردننا بخير، وعودة لاستوديوهات برنامج يوم جديد. طبعا في نهاية حديثي بحب أشكر جميع زملائي وهم نشامة من نشامة الوطن، المخرج معاذ الجحافشة، المصور أكرم سليم، فن الصوت عطاء الشوبكي، وكل العاملين من فريق برنامج يوم جديد، لأنه تحدينا نفسنا وتحدينا الظروف أكثر لحتى نطلع على الهواء مباشرة من هذه الطائرة من سماء عمان، لحتى نورجيكم الجهود والمهام المبذولة من الأمن العام للتعامل مع هذه الأزمة. وصباحكم سعيد، وأيضا أخليكم مع بعض اللقطات الصباحية لمدينة عمان، وصباحكم سعيد مرة أخرى. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي.